مرحبا بكم أصدقائي في حكاية جديدة بعنوان العين السحرية. حمزة فتى نجيب ويقظ، يقطن في حي من أحياء المدينة. ذات صباح بينما كان أفراد أسرته مجتمعين حول مائدة الإفطار، قالت الأم لحمزة: أسمعت بما وقع لابن خالتك؟ تساءل حمزة: ماذا وقع له؟ ردت الأم بحسرة: لقد كان ضحية 3 رجال أشرار، تحايلوا عليه حتى سلمهم صندوق أبيه الموجود في الدكان. كان الصندوق يحتوي على بضائع باهظة الأثمان. قال حمزة معاتبا: ما كان عليه أن يسلم الصندوق لأشخاص لا يعرفهم. كان الأب يتتبع الحديث باهتمام فقال: أحسنت القول يا بني، من الواجب التأكد من هوية الأشخاص، لذا لا تكلم الغرباء في الطريق ولا تقبل هدية من شخص لا تعرفه. أردفت الأم قائلة: أوصيك بألا تفتح الباب لمن لا تعرفه. قال حمزة بحماس: لم لا نركب عينا سحرية على باب شقتنا؟ رحب الأبوان بالفكرة وكلف النجار بتركيبها. وفي أحد الأيام دعا أحد سكان الإقامة جميع الجيران لحضور حفل سيقام في قاعة حفلات الحي. بقي حمزة وحده في المنزل يستعد لمباراة في تحدي القراءة، وبينما هو منهمك في المطالعة سمع أصوات أقدام على الدرج فاستولى عليه الفضول. قام ونظر من العين السحرية فرأى 3 أشخاص ملثمين يحاول أحدهم فتح باب شقة الجيران. احتار حمزة، فهو يخشى أن يفتح باب الشقة فيؤذيه اللصوص ويفوز بالمسروقات ويهرب. فجأة تذكر لائحة أرقام الطوارئ الموجودة في المطبخ فهرع إليها. تناول الهاتف التابث وركب الرقم 19 واتصل برجال الشرطة وأخبرهم بما يحدث وأمدهم باسمه وعنوانه. مر وقت قليل، سمع حمزة همسات خلف باب الشقة، نظر من العين السحرية فرأى رجال الشرطة يقودون اللصوص مكبلين. وبعد برهة طرق العميد باب شقة حمزة وشكره على رزانته وحسن تدبيره. والآن أصدقائي نمر إلى عناصر الحكاية والتي تتكون من الشخصيات، المكان، الزمان والأحداث.
حمزة فتى نجيب ويقظ، يقطن في حي من أحياء المدينة. ذات صباح، بينما كان أفراد أسرته مجتمعين حول مائدة الإفطار، قالت الأم لحمزة: أسمعت بما وقع لابن خالتك؟ تساءل حمزة: ماذا وقع له؟ ردت الأم بحسرة: لقد كان ضحية 3 رجال أشرار، تحايلوا عليه حتى سلمهم صندوق أبيه الموجود في الدكان. كان الصندوق يحتوي على بضائع باهظة الأثمان. قال حمزة معاتبا: ما كان عليه أن يسلم الصندوق لأشخاص لا يعرفهم. كان الأب يتتبع الحديث باهتمام فقال: أحسنت القول يا بني، من الواجب التأكد من هوية الأشخاص، لذا لا تكلم الغرباء في الطريق ولا تقبل هدية من شخص لا تعرفه. أردفت الأم قائلة: أوصيك بألا تفتح الباب لمن لا تعرفه. قال حمزة بحماس: لم لا نركب عينا سحرية على باب شقتنا؟ رحب الأبوان بالفكرة وكلف النجار بتركيبها. وفي أحد الأيام، دعا أحد سكان الإقامة جميع الجيران لحضور حفل سيقام في قاعة حفلات الحي. بقي حمزة وحده في المنزل يستعد لمباراة في تحدي القراءة، وبينما هو منهمك في المطالعة، سمع أصوات أقدام على الدرج فاستولى عليه الفضول. قام ونظر من العين السحرية فرأى 3 أشخاص ملثمين يحاول أحدهم فتح باب شقة الجيران. احتار حمزة، فهو يخشى أن يفتح باب الشقة فيؤذيه اللصوص ويفوز بالمسروقات ويهرب. فجأة تذكر لائحة أرقام الطوارئ الموجودة في المطبخ فهرع إليها. تناول الهاتف التابث وركب الرقم 19 واتصل برجال الشرطة وأخبرهم بما يحدث وأمدهم باسمه وعنوانه. مر وقت قليل، سمع حمزة همسات خلف باب الشقة، نظر من العين السحرية فرأى رجال الشرطة يقودون اللصوص مكبلين. وبعد برهة طرق العميد باب شقة حمزة وشكره على رزانته وحسن تدبيره.